عليكم، معكم أميرة بن ناصر وتر اكسبيرت نوتريسيون فوريفر الجيم. اليوم جيت نحكي لكم على تقوية الرغبة الجنسية و اميليوراسيون دو لا ليبيدو. الرغبة الجنسية أو لا ليبيدو تقدر تكون بيرتوربي عند الرجل أو عند المرأة، وهذا على جنب بلوزيغ عوامل، مثلا التعب، الإجهاد، التغذية تاعنا، لو مونك داكتيفيتي فيزيك، تو سامبلومون نمط العيش أو دي بيريود دو ستريس. وجيناكم اليوم avec des solutions اللي يقدروا يعاونوا l'homme et la femme pour retrouver un équilibre hormonal et aussi une bonne fertilité. Le premier complément alimentaire راح نهضروا عليه اليوم هو l'aloe berry nectar. L'aloe berry nectar فيه داخل de l'aloe vera, فيه également de la canneberge أو توت البري وفيه التفاح. هذا البرودوي يعاوننا بزاف باش نديروا ان équilibre hormonal لان المواد الغذائيه اللي فيه كما الفيتامينات، بعض المعادن، بعض الالياف وحتى بعض المعادن النادرة يقدروا يعاونونا pour retrouver un équilibre hormonal mais aussi باش تنقص الإجهاد، التعب الجسدي والتعب الذهني. ثاني مكمل غذائي نهضر لكم عليه هو مكمل غذائي كي va cibler الدورة الدموية une bonne circulation sanguine. Une bonne circulation sanguine c'est très important pour avoir une bonne libido لأن الرغبة الجنسية وسورتو الطاقة والحيوية مرتبطين بزاف بالإطار de la circulation sanguine. Et هذا c'est l'argi plus. Le produit est d'ailleurs fait d'extrait de l'arginine et également des fruits rouges, donc plein d'antioxydants plus le hint aminé arginine, et à nous باش نعزو وباش نعاونو الدوره الدمويه باش تكون باحسن طريقه. ثالث مكمل غذائي في هذه التشكيله تاع سبيسيال ليبيدو هو فوريفر اركتيكسي. اركتيكسي سي ان ميلانج تاع لي اوميغا 9 اي لي اوميغا 3. سي كوا هادو؟ Tout simplement, ce sont des acides gras essentiels ou ahmad dehniya, غير مشبعه ضروريين جدا للطاقه تاعنا. Ils participent également à l'équilibre hormonal. Donc باش يكونوا هرمونات تاعنا في احسن توازن مليح علينا نكونسوميو لي اوميغا 3 يوميا. Donc le complément alimentaire هذا راح يعاوننا باش نلحقوا لهذا الهدف. اخر مكمل غذائي تاع هذه التشكيله تاع لا ليبيدو هو لو فوريفر ملتي ماكا. لو فوريفر ملتي ماكا فيه الماكا بلس دوطرو بلانت. الماكا عبارة عن نبتة تقوي تعطينا الطاقة الذهنية والبدنية très importante في لو كا جوستومون تاع خلل او نيفو تاع الرغبة الجنسية او في خلل من جهة لا فيرتيليتي. تعاوننا ايغالمون بو غوتروفي ان ايكيليبر هرمونال اي اوسي لي بلونت اللي كاين داخل الملتي ماكا يعاونو بو لا ميم شوز ايكيليبر هرمونال ايكيليبر انرجيتيك. اخيرا نكمل لكم افيك كيلكو كونساي بور هاد لا كور. La cure a dit elle doit durer au moins 3 mois. Mais je peux voir des résultats. لان كل حاجه اللي داخله في لا فيرتيليتي او في لا ليبيدو لازم لها وقت باش نقدروا نشوفوا النتائج. N'hésitez pas aussi à consulter votre médecin الى عندكم هاد لي تروبل دوبوي ان تي مومون. هكذا باش نتحققوا بلي ما كان حتى مرض يتعالج ونقدروا ناخذوا مكملات غذائيه بكل سلامه. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo conseil.